يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف الصف فهل يعيد؟ وماذا عليه أن يعمل إذا لم يجد مكانا في الصف؟ هل ينتظر أم يصلي يمين الإمام؟ هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، يجب عليه الإعادة عملا بهذا الحديث. وإذا جاء والصف متكامل يحاول يوجد له مكان أو يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم.